لو الحكايه فيها ان في تبول لا ارادي طبعا ما بنقولش عليه تبول لا ارادي غير بعد عمر 5 سنين. بيبقى سببه يا اما حاجه وراثيه بيبقى موجوده عند الاب والام من الاول، يا اما بيبقى فيه التهابات في مجرى البول، التهابات في الكلى، التهابات في المثانه. الطفل ممكن يبقى عنده فقدان عاطفي، فقد حد من الاهل لا قدر الله، فقد امه او فقد والده، فبيبدا يحصل الموضوع ده عنده. لو كان في قسوه في البيت جامده قوي عليه، لو كان في حد دايما بيبقى عنيف معاه. طبعا التباعد الارادي ده بيحصل اكتر في الليل. بننصح الامهات ما تشربش ميه كميه كبيره قوي قبل النوم، بالذات اخر 4 ساعات قبل النوم. بننصحها برضو تدخله تويلت قبل ما ينام على طول، تصحيه على الفجر عشان يدخل التويلت. بنقول للامهات لو الطفل عدى 5 سنين ولقيت برضه لسه عنده تباول لا ارادي، جوه للطبيب يبدا يعمل فحوصات، يعمل اشعاعات، يبدا يعمل تحاليل عشان نشوف وظائف الكلى، نشوف كان عندنا التهابات في الكلى او في مجرى البول او في المثانه علشان نعالجها. او لو نعرف في هيستوري ان في حد في العيله عنده نفس المشكله ولا لا. طبعا التباول لا ارادي بيبقى نفسي اكتر. لو لقينا كل ده سليم، وفي الغالب بيبقى كل ده سليم، بنلاقي الطفل عنده مشكله ما مع اهله او عنده فقدان حد عزيز عليه، بنبدا ان احنا نقرب منه قوي، بنصاحبه، بنبدا ان احنا نحتويه شويه. لو كان عنده فقدان حنان او حاجه بنبدا نعوضه. لو الام عملت كده وبدا الطفل يتحسن وبدات تمشي على السيستم اللي قلنا عليه، انها تدخل التويلت قبل ما ينام، ما تشربوش كميات ميه كتير، وانها تصحيه في الفجر تدخله التويلت، والموضوع يتحسن، بيبقى الحمد لله كويس قوي. لو الطفل بدا ان هو الموضوع يزيد عليه وما حوقش الكلام ده، بنبدا ان احنا نتوجه لطبيب نفسي ان هو يعالجه مع دواء بنديهوله بيمشي عليه باستمرار علشان يوقف التباول الارادي. بس للاسف لما بنوقف الدواء والطفل لسه عنده مشكله نفسيه، بيبدا يحصل الموضوع تاني يرد عليه. فاهم حاجه ان احنا ما نبقاش قاسيين على الطفل ولا ندلله برضه زياده عن اللزوم، يبقى يعني في توازن في التربيه بتاعته علشان ما يحصلش الموضوع ده، ونحتويه ونصاحبه ودايما نتكلم معاه ونشوف مشاكله ايه ونحلها له. التباول الارادي لو استمر مع طفل بيكسفه شويه، بيبدا لما يكبر في السن بيبقى متضايق، فنفسيا الموضوع بيزيد عليه اكتر. فلازم الام ما تكملش حاجه زي كده وتتوجه للطبيب عشان يتعالج، علشان الموضوع يروح منه خالص وما يبقاش مؤثر في نفسيته. نتمنى الصحه الجيده للطفل.